الزياره العالميه ان شاء الله في الاسبوع الجاي تجي اربع ايام اخرى في بدايه السنه الاخرى. سوف ايضا نعمل معكم مع الساده رؤساء البلديات للتوسيعات وانشاء مجمعات ربما مدرسيه، وان ما قدرناش ان نغطيو العجز في هذا البرنامج. الذي خاص به رئيس الجمهوريه فيما طور ثانوي بالمرشد الثانويه وبأربعين قسم توسع في الطور الثانوي وبترميمات تقطع ب 20 مليار وتجديد التجهيزات ب 10 ملايين صندوق. اما في الطور المتوسط فالجبهه تحصلت على 15 متوسطه، خمس داخليه، خمس انصاف داخليه واقسام توسعه 60 قسم لان في الطور المتوسط. والاداره المخصصه ومقصوده للترميمات ب 20 مليار صندوق ومبالغ اخرى مخصصه لتجديد التجهيز بنفس الطور تقدر ب 10 مليار سنتيم. اما في الطور الابتدائي 15 مجمع مدرسي و20 سنت توسعه وترميمات بمبلغ 10 مليار سنتيم وتجديد التجهيزات بمبلغ 10 مليار سنتيم ايضا. وهذا 21 مجمع مدرسي شيء كبير جدا. السيد الوالي البرنامج التكميلي والبرنامج العادي المسجل ان شاء الله على اتفق بالسنتين ان شاء الله نقدر نكون حلينا مشاكل الطلبه في الجامعه بشكل كبير ان شاء الله.